أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أعمل في إحدى الشركات الكبرى في توزيع الأقلام، ولدينا توزيع الأقلام. نعم. ولدينا أقلام مصنوعة من الفضة الخالصة، وفي بعضها جزء من الذهب وهو الريشة أو السن. السؤال: ما حكم توزيع هذه الأقلام حيث أعمل عندهم مندوبا للمبيعات؟ هذا حرام، ويجب الكتابة للهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن هذه الشركة، أو الكتابة للإفتاء عن هذه الشركة من أجل أن يمنعوا من هذا الشيء. نعم، وزارة التجارة تمنعهم من هذا الشيء، هذا حرام ولا يجوز ترويجه وتسويقه بين الناس، وهو حرام. نعم.